انا عمر فؤاد من 10 دوجز. النهارده هنكلمكم على كلب كل المصريين يعرفوه. الكلب ده هو البلدي. اصول البلدي او الاوريجين بتاعه هو هيز فرعونيك دوج، كلب فرعوني. بتلاقوه على الحيطان الفرعونيه او المعابد، رسوماته على المعابد الفرعونيه. كمان لقوا عظم الكلب ده جوه مقابر او جوه توم ستونز فرعونيه برضو مع الماميز. الكلب ده طبعا هو it's a mixed breed، او يعني هجين من كلاب كتيره في الشارع، وده برضو بيخلي ان هو الوانه كلها مختلفه عن الكلاب التانيه، يعني معلوش specific color، هتلاقي الوان كتيره قوي من الكلب ده. ناس كتير بتشتري كلاب عشان طبعا for entertaining او للتسليه، وكمان للشوي، ان هو يعني بيجيب الكلب يبقى شكله حلو يتمنظر بيه. لكن انا رايي ان لو انت عايز كلب ذكي جدا، كلب alert جدا، كلب very brave، تجيبه طبعا الكلب البلدي ده. للاسف طبعا المجتمع المصري بيبص للكلب ده على ان هو كلب حامل الامراض، كلب مش نظيف، كلب بيبقى فيه مرض السعار، فطبعا دي نظره خاطئه تماما جدا جدا. هنروح دلوقتي نصور مع واحده من الدوج اونرز بتوع الكلب البلدي ده. رجعنا لكم مع دوج اونر جيس، صاحبة الكلب البلدي. ازيك يا جيس؟ هاي، ازيك يا عمر؟ كله تمام؟ تمام. احكي لنا بقى على البلدي. البلدي ايجيبشن بلدي دوج از سمارت اميزنج، كلب هايل. للاسف متهان في البلد عندنا شويه. بس لو الناس ابتدت تفهم الكلاب البلدي عامله ازاي وطبعها والتمبرمنت بتاعها و النيتشر ان هم كلاب مصريه زينا زيهم. فالكلاب دي جميله جدا، كلاب بيت، مش المفروض ان هم يبقوا كلاب شارع. مش صح ان هم كلاب شارع. كون ان هم موجودين في البيئه دي حاجه، وكون ان هم ان احنا نقول عليهم كلاب ضاله ده حاجه تانية خالص. يعني هم واخدين، قصدك واخدين ايمج مش كويسه، مع واخدين ايمج مش كويسه من الناس ان هو كلب، هو كلب شقي مش نظيف، لعبي. بيحبوا يلعبوا مع بعض جدا. كلاب جميله. ايوه انا شايف ان هو هايبر قوي كمان، يعني اتلتيك، انرجيتيك، جارد دوجز، هايلين، ريزيلينت، صحتهم تحفه. اوكي. مش محتاجين فيري لو مينتيننس، مش زي بقيه البريدز. بقيه البريدز ار فيري هاي مينتيننس، سواء شعر، سواء جسم، سواء اكل. يعني سواء انت بتقولي ان هو ما بياخدش زي يعني الكلاب الثانيه، بيبقوا مثلا بيتصرف عليهم كتير. بالظبط. هيلث بروبلمز. اكزاكتلي اكزاكتلي. الايجيبشن بلدي دوج از ان ايزي دوج تو از ا فيري ايزي دوج، فيري ادابتبل تو اني سيتويشن، اني كايند اوف ويذر. يعني هو يعني بيتاقلم مع اي جو، بيتاقلم في اي مكان، بيتاقلم مع اي ناس. بالظبط. كويس جدا مع الاطفال. اوكي. كويس جدا مع كبار. حساس جدا، بيقرا دايما التمبرمنت او الانرجي بتاعت اللي حواليه. وعلى اساسه بيأقلم نفسه. ما بيفد... يعني مش زي مثلا كلاب تانية لا، محتاجه تدريب تدريب تدريب. الكلب البلدي من كتر ذكائه هو تحس ان هو ناتشرلي متدرب. اوكي. بيتاقلم على اسلوب حياتك. وبيتاقلم جامد جدا جوه البيوت، يعني الناس اللي تقول لك الكلب البلدي ده لازم يعيش في الطلق في الشارع. لا خالص خالص. انا عندي 2 وعايشين جوه البيت. أوكي. وبيحبوا يبقوا قاعدين جوه البيوت. اوكي. هما بيحبوا صحابهم. طب ايه اللي بيتقال ان هو مش كلب بريد؟ يعني بيتقال ان هو هجين من كلاب تانية كتيره. ليه بيتقال عليه كده؟ بيتقال عليه كده لان الكلب البلدي طبعا هو كلب فرعوني من 7000 سنه مع الفراعنه، وفي ماميز لسه لغايه دلوقتي موجودين ممتعد ليهم. للاسف الناس الكلب البلدي اتحول شكله بسبب ان في ناس بتجيب بريدز زي الجيرمان، زي الجولدن، زي الهاسكي، زي وات ايفر، وبيسيبوهم في الشوارع. اوكي. اللي بيحصل ان الكلب اللي في الطبيعه بيبتدي يتهجن مع كلب تاني من الكلب مثلا ريتريفر، فتلاقي في بلدي سلاش ريتريفر، بلدي سلاش شيبرد، بلدي سلاش هاسكي. فبالتالي الدي ان اي بتاعه الكلب البلدي ابتدت تتغير along the way. فبس لسه في ستيل كلاب بلدي ذا سيم، يعني دول بقى تلاقيهم في الماونتن دوجز، في الاماكن المور بريميتيف، مش العاصمه.
العاصمة شوية بسبب الناس للأسف اللي بتسيب كلابها في الشوارع. طبعاً. فبالتالي الكلاب اتحولت للهجين ده. بس استيل يعني لازالوا موجودين, وفي ناس اكشلي بيحاولوا يثبتوا ان الكلب يحطوه من الفيدريشن ان هو هي از ا بيديجري, يعني هو لسه ما اتحطش ان هو كبريد في الانترناشونال بيديجري فيدريشن. انفورشنتلي نوت يت, بس وير وركينج اون ات ان هو يتحط ايجيبشن بلدي دوغ لان هي اتس ا بيور دوغ. طب وبالنسبه للادوبشن يعني انت عايزه تتبني كلب بلدي, بتجيبيه منين مثلا؟ هل بتنزلي الشارع تشتري بتجيبيه سوري بتلاقيه من الشارع تاخديه تربيه, ولا بتروحي الشيلتر ده تجيبيه, ولا ايه اللي بتعمليه بالظبط؟ اوف كورس الاجراءات اللي بتاخديها. الكلب البلدي موجود في اي حته, اي حد عايز ينزل يجيب كلب بلدي ده اميزنج, هيلاقيه في اي حته, هيلاقيه تحت بيتهم, هيلاقيه في الشارع اللي وراه, اميزنج. اول دايما بننصح اول ريسكيو دايما حاول تجيب كلب انت لقيته بتحاول تساعده في الشارع او كذا. لو ما حظك ما وقعش في كلب في الشارع, ودي very unlikely, shelters. احنا عندنا في مصر shelters كتير جدا overflowing بكلاب بلدي بننقذهم. دايما بنحاول نسفرهم برا, بس الافيد والاوقع والاحسن ان المصريين يبتدوا يتبنوا كلابهم المصري. مصري لمصري. يعني انت مش مؤيدة ان الناس يعني الناس تشتري breeds او تجيب بريدز من بره, يعني تربي اللي عندها الاول او تربي البلدي الاصلي الاول؟ نربي كلابنا الاول ونحد من العدد بتاعهم, لان احنا برضو احنا كدوله كفي مصر اوفر بوبوليتد بالكلاب. يوجوالي كلاب بتبقى ليها بوبوليشن معين, احنا اوفرلي بوبوليتد. فابتدينا نعمل عمليه التي ان ار اللي هي تراب ميوتر ريليس اللي هي تعقيم. أيوة. بحيث نحد شويه من العدد ده ونقدر نتعامل معاه, بحيث ان برده ما يبقاش في الشوارع كتير بتبتدي تزعج الناس. فنحد من دي الطريقه الهيومين او الانسانيه اللي العالم كله بيتعامل معاها. فلو عايز كلب بلدي انزل هتلاقيه في الشارع جنبك. مش عايز روح شيلترز, وي هاف ا لوت اوف شيلترز اوفر فلوينج بكلاب بلدي, اميزنج كلاب بلدي. بدل ما نسفرها بره اتبناها واتبنوها في مصر. اوكي. يعني واللي عنده يعني انا عندي شيبرد بس ستيل اي توك اثنين بلديز. اوكي. فمنهم باكسي. طيب قولي لي اشمعنى الاجانب هم اللي بيادوبت الكلاب دي؟ يعني ابتدوا الاجانب, انا دايما امشي مثلا في الزمالك امشي في مصر الجديده الاقي الاجانب هم اللي بيتبنوا الكلاب دي وبياكلوهم وبيجيبوا لهم دراي فود بيحطوه على الارض, فاشمعنى الاجانب يعني؟ وهل النظرة دي اتغيرت مثلا دلوقتي بقى المصريين ماشيين ورا قصة الأجانب دي؟ الليتل بيت. الأجانب يمكن علشان بيبصوا للكلاب على إن هو كلب, مش بيبصوا لها على إن هو بريد. أنت ابن ناس وأنت لا مش ابن ناس, ما بيبصوش للكلاب بالطريقة دي, بيبصوا إن هو كلب, بيبصوا للتمبرمنت بتاعت الكلب, إيه الكلب اللي يناسبه. يعني مثلا هو بيناسبه كلب جيرمن شيبرد, راجل بيحب يصطاد, بيحب يطلع, بيحب يسافر, بيحب يتسلق جبال, هيجيب كلب مناسب لحياته. فالكلب البلدي لقوا ان هو very adaptable لكل طباع الحياة, ابتدوا يعجبهم جدا, ابتدوا يلاقوا again ان هو low maintenance فابتدوا يحبوه. For the past 8-9 years احنا ابتدينا نحاول نغير الفكرة دي ان الكلاب البلدي المصريين كمان يبتدوا يتبنوا كلابكم. فدلوقتي لا, في ناس كتير قوي مصريين منهم انا مثلا متبنيين في اللوت, متبنيين كلب بلدي واثنين وثلاثه كمان. اوكي. يس. تمام. ثانك يو سو ماتش فور ذس لافلي انترفيو. ثانك يو. طبعا الكلاب طلعت تجري من هنا. فيري هايبر اكتيف. دي كانت حلقتنا من 10 دوجز. استنونا في الحلقات الجايه وتابعونا على الفيسبوك وانستغرام. 10 موجو 100% سمارت فون.